وبعد التفكير العميق وحرصا مني على استغلال هذه الفرصة الواعدة والمتاحة مع الرئيس ماكرون، دعوتكم اليوم لأقول بأنني لا أقبل بأن أستخدم سبباً لأذية لبنان وإخواني اللبنانيين في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج الأخرى. فمصلحة بلدي وأهلي وأحبائي هي فوق مصلحتي الشخصية. لبنان هو أهم من جورج إرداحي، ومصلحة اللبنانيين أهم من موقع وزاري. لذلك قررت التخلي عن موقع الوزاري على أن أظل في خدمة وطني حيثما أكون.